نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. وامبارح مصر بدأت أول خطوة في التنفيذ الفعلي لحلم الضبعة النووي، وده من خلال بدء أعمال الصبة الخرسانية للوحدة الأولى بمحطة الضبعة للطاقة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي. مع بداية تحقيق حلم أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء على أرض الواقع، انطلقت أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية، والتي تمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري. أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية انطلقت أحداثها ضمن احتفالية بحضور وزير الكهرباء المصري وسفير روسيا الاتحادية والمدير العام لمؤسسة روزاتوم الحكومية وفريق العمل من الجانب المصري والجانب الروسي. المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي. وفي ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمني المتفق عليه، تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 29 يونيو الماضي من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية. ووفقاً للتقارير المعلنة، فإن المفاعل النووي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية، والتي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور، وحيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية مستوىً غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي. على الهاتف معنا الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضراتكم، وألف مبروك ليكم مصر كلها بإنجاز كبير أو إنجاز جديد كمان بيتم على أرض مصر. يعني إنجاز عظيم، وإحنا ربما العالم دلوقتي كله بيراقب ما يحدث في ملف الطاقة المصرية. النهاردة إحنا والريس في أوروبا له عدد من الجولات، إحنا بنعمل الصبة الخرسانية لمفاعل الضبعة. يعني لو توضح لنا أهمية هذا الأمر والرسائل اللي من خلاله ممكن نقولها. أولاً هو بيرد رد واقعي وقوي على كل اللي كانوا بيشككوا فيه إن المشروع بياخد خطوات تنفيذية وإن هو اتأجل، والقصة طبعاً ديت. طبعا ده رد ايجابي كبير جدا في ان المخطط الزمني للموضوع والتعاون ما بين الجانبين المصري والروسي في المجال ده بيتم الحمد لله خطوات ومتابعه، بدايه من طبعا بين سياده الرئيس وكل القيادات لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والحلم النووي. الجزء الثاني وهو انتقال مصر من الدول اللي لسه بتخطط او لسه فيها خطوات مش تنفيذيه الى خطوات تنفيذيه، بقت دوله لا بالفعل في مشروع نووي او محطه نوويه بيتم التنفيذ فيها. الجزء الثالث والمهم جدا هو إشارة البدء لدخول مصدر مهم جدا في مزيج الطاقة طبقا للاستراتيجية لموضوع المصرية، اللي هو الجزء الخاص باستخدامات السلمية للطاقة النووية في مزيج الطاقة. وبالتالي كمان في نفس الوقت، ودي نقطة مهمة جدا، وهو اهتمام مصر بالطاقة النظيفة، لأن الطاقة النووية دي من ضمن الطاقات النظيفة اللي تعتبرها على مستوى مصر على مستوى العالم يعني. طيب دكتور أيمن، الحقيقة إنه يعني الكل بيسأل إمتى ممكن يكون عندنا مشروع مفاعل مكتمل؟ هل عندنا جدول زمني؟ بالتأكيد، يمكن من يوم 29/6/2022 الماضي مع حصول على إذن إنشاء أول مفاعل من هيئة الرقابة النووية المصرية،
بتاخد تقريبا المفاعل الاول بياخد حوالي 6 سنين، وبعد كده بيبدا كمان يتتابع بقى مع حصول باقي الاربع مفاعلات بيتم التنفيذ. متوقع ان شاء الله على 2030 ان شاء الله يكون استكمال الاربع وحدات باكمال 4800 ميجا وات، علشان يبدا التشغيل التجاري الاول محطه نوويه على ارض مصر وتحقيق الحلم النووي المصري اللي كان من الستينات يعني. الحمد لله. في ناس ممكن تقول يا دكتور ايمن يعني احنا ليه بنعمل مفاعل نووي، احنا عندنا اصلا فائض في الكهرباء. خطوات التصدير يعني عندنا شبكة ربط مفروض أنها بتتم مع الجانب القبرصي ومنها إلى أوروبا، عندنا شبكة ربط مع الخليج مع الشام مع السودان، لو نوضح يعني ده ممكن يساهم في جانب التصدير ويجيب عملة صعبة للبلد إزاي؟ هو طبعا هو كذا كذا يعني محور بالنسبة للمحطة النووية. أول حاجة دخول الصناعات المصرية في مستوى جودة عالي جدا هو المستوى النووي، لأن في مشاركة محلية وطبقا للعقود بتصل إلى حوالي يعني 20% إلى 35% مع تطور الأعمال في المحطة. الجزء الثاني وهو اهتمام مصر بالطاقة النظيفة، ويمكن زي ما حضرتك اشرت ان في مشروع مهم جدا وهو ربط مصر مع اوروبا، واوروبا مهتميه جدا بالحصول على الطاقه بصفه عامه والطاقه النظيفه بصفه خاصه. وطبعا بالاضافه الى الطاقات المتجدده ده يعتبر اضافه للطاقات النظيفه. الجزء الاخر وهو زي ما حضرتك اشرت دخول يعني تصدير الطاقه بالاضافه للفائض او الاحتياطي اللي موجود من الطاقه بصفه عامه، ده بيسمح ليها ان هي مصر ان هي تقدر تلبي الاحتياجات الداخليه وكمان تقدر ان هي تصدر الطاقه ديت. وما ننساش الكوادر المصريه سواء الفنيه او الهندسيه او القياديه لهذا المشروع، وزي ما احنا كنا بنقول ان احنا الحلم ده كان من الستينات. في طبعا في مفاعل نووي بحثي في انشاط، ولكنه المفاعل او المحطه اللي ان شاء الله مصنع اقامتها او ان شاء الله هتتم انشائها في الضبعه دي اول محطه تنتج الطاقه الكهربائيه على ارض مصر. طيب دكتور، الحقيقة أنه مصر عندها عدد كبير يعني من الكوادر الكبيرة وشيوخ الطاقة النووية اللي استفادت منها كمان دول أخرى، عايز أعرف من حضرتك مدى إشراك هذه الخبرات في هذا المشروع، وفي نقطة كمان تانية فرص العمل اللي هتشارك أو اللي هتقدر تستفيد من هذا المشروع. دي نقطة مهمة جدا. أول حاجة طبعا احنا عندنا الحمد لله خبرات نووية وعلماء أجلاء في الجزء النووي، وكمان في نفس الوقت ده طبعا الاستفادة منهم هو ده ترجمة للخبرات بتاعتهم على أرض مصر، لأن التعاون ما بين الخبرات الروسية والمصرية هو ده كان نتاجه هو الخطوات والفرحة الكبيرة اللي بتتم على ارض مصر بانشاء المحطه النوويه. الجزء الاخر وهو اهتمام بالكوادر اللي طالعه، بمعنى ان في كوادر فنيه سواء مدرسه الطبعه صحيح المهندسين اللي هيتم تدريبهم هناك، توطين الخبرات ديت على ارض مصر، بالاضافه الى الجزء زي ما احنا قلنا مشاركه التصنيع المحلي و المصنع المحلي في دخول في محطه نوويه لاول مره، ديت ده جزء مهم جدا. وان شاء الله ده دي مش يعني مش اخر مشروع النووي، ده بدايه المشروعات النوويه على ارض مصر. سعيد، بنشكرك يا دكتور ايمن، ويعني بنتمنى التوفيق لكل اللي درسوا في مدرسه الضبعه ان هو يعني يبتدوا شغلهم، ونشوف المهندسين المصريين بينوروا مفاعل الضبعه النووي، وان يبقى ده يعني نقطه انطلاق قويه. العالم كله يتحدث الان عن ملف الطاقه، هو التحدي الاكبر. بنشكرك دكتور ايمن حمزه، المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده.